يا ميمتي. نعم. ليه بتحبي نانسي؟ بحب نانسي علشان بحس ان احنا شبه بعض من جوه، من جوه مش من بره. بس في شبه من بره كمان، مش يعني اكيد انا بشوفها احلى بكتير، بس ما علينا. من جوه انا بحس ان هي اما ببص لها بحس انها على طبيعتها قوي، بحس انها طفله بتضحك على طول، فانا لما ببص لها بحس دايما اني مبتسمه. هي شيز تشيرفول بيرسون يعني، مبهجه جدا للعين وحقيقيه، وبحترمها، بحترم هير لايف ستايل. يعني عمري ما شفت نانسي اوفر مبتذله ابدا، يعني حتى لما بتلبس حتى لما بتلبس شورت اكتر من هيك لا بين ليدي. ما اعرفش عليها بتبقى كيوت، بتبقى تحس. انت ممكن تلبسي شورت؟ لا، ما يعني انا ما بلبس فساتين قصيره في المشاهد اللي فيها بحر وبتاع، قصيره يعني لان عشان تناسب مشهد في البحر، عشان لو لبست يعني حاجه تانية ممكن يقولوا لي المنظر بلدي شويه ما انتي على البحر، فانا بلبس اللبس اللي مناسب للمشاهد دي في البحر. بس انا مش غاويه البس قصير اصلا، يعني بلبس بريتال، بلبس سون بريتال، بس في القصير مش غاويه قوي يعني. وكانه بتحكي ثلاث لغات، انجليش فرنش، لانه قلتي بروتيل سان بروتيل يعني. لا دي ما قلتيها. دي كلمات بسيطه في فرنش. انا مش شاطره في الفرنش، مثل اللبنانيه كنت فاشله فيه في المدرسه. بس انجليش اوكي. و نانوس في اغنيه بتحبي لها اياها؟ كل اغانيها، بس اكتر اغنيه بسمعها الفتره اللي فاتت يا ربي اعمل عقله. كتبتيها؟ شو بتقول؟ بتعرف تغني لها؟ بس صوتي وحش جدا. معلش على كده هدمر نانسي خالص. يعني كده تبقى نهايه علاقتي بنانسي قبل ما تبتدي. انا مليت اتعب واتحمل واعمل عقله، بس كفايه كده. الممثلين هيك بغنوا، بيأدوا، بيعملوا اداء، يعني مش صعب عليهم يقولوا اي حاجه. بس وانتي بتأدي فيلم شويه تقدري تدي لصوتك تون الكاركتر اللي بتعمليها، وحتى لو طلع فاني او طلع فيه شيء غريب فده ما بيبقاش فارق معاكي، لان انتي حاسه ان مش مي اللي بتغني، انتي حاسه ان انا دلوقتي مثلا وسيله اللي بتغني، مش عارفه الكاركتر اللي بتعمليها يعني، بتبقي مستخبيه فيها وحاسه انه لو طلع صوتك فيه اي ديفو ما او طلع صوتك فمش انت المسؤول الشخصي، مش مي. ميرسي.